المشكله يا استاذه منا ايه؟ انه احنا كوزاره زراعه احنا مهمتنا نزرع، مهمتنا ننتج بالدرجه الاولى مش تسويق. طبعا مش تسويق، بس عمليه، بس احنا برضو بنقول احنا كوزاره زراعه الفلاح يهمنا بالدرجه الاولى. لما الفلاح يزرع وما يسوقش يبقى دي مشكله بالنسبه لي، وهو هيخسر. لان هو لو بالظبط، لان هو لو زرع قطن وما سوقش القطن السنه الجايه مش هيزرع قطن. لو زرع اي محصول وكان فيه مشكله في تسويقه هيبقى بعد كده حتى الفلاح هيفقد الثقه بينه وبين يعني المسؤولين. فده الحقيقه لازم المشكله دي تتحل، واعتقد تصريحات معالي الوزير خلاص يعني ما فيش اي مشكله. وعلشان زي ما قال الحاج حسين ان احنا عاوزين نزرع مساحات كبيره من محصول القطن، لان في نقطه مهمه جدا يمكن تذكري سيادتك في السبعينات والستينات لما كنا بنزرع مليون ومليون ونص فدان، ما كانش عندنا ازمه كبيره في الزيوت، لان احنا الزيت بنستخرجه ايضا من بذره القطن. صح ولا لا؟ صحيح. احنا دلوقتي عندنا ازمه في الزيوت، احنا لو زرعنا مساحات كبيره من القطن هيوفر لي كميات كبيره من الزيوت، وبالتالي هقلل من الفجوه الاستيراديه من الزيوت اللي انا بستوردها للخارج، علاوه على انه ايضا يعني دي اكتر من فايده هنا يا فندم. طبعا 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 بالاضافه لكمان مخلفات البذره كذب للكعلف حيواني. يعني وانا بحاول اوفر علف. طبعا يا فندم. لا بصي، هو محصول استراتيجي بالدرجه الاولى. وانا بعتبره مش القطن ده اللي هو بنسميه الدق الذهب الابيض. الذهب الابيض صح. وانا بعتبره بقى كمان يعني مش محصول استراتيجي، انا بعتبره محصول سياسي. انا اقول لحضرتك حاجه، ان احنا عشان بدانا، اصل مصر بتتحارب يا جماعه، احنا علشان بدانا فعلا نهوض بهذا المحصول بدأ يبقى فيه تنافس من الدول الأخرى وترخص القطن بحيث يبقى سعره العالمي أقل، بحيث الشركات بدل ما تاخد من الفلاح بالسعر اللي احنا أعلنا عنه اللي هو سعر الضمان يلاقوا السعر العالمي أرخص فيستورد من بره. طب ثانية واحدة، لكن احنا الاستيراد ده مش هيدفع عليه رسوم وجمارك وما إلى ذلك، وبالتالي هيطلع يعني الفرق اللي هو في الرخص هناك هيطلع عندي بالرسوم الزيادة دي؟ لا، هم برضو في النهاية بيكون أقل، يعني لأنه ما أنا بقول لحضرتك احنا في صراع يعني. واخد بالك؟ يعني لكن الحمد لله طبعا معالي الوزير اما اعلن خلاص ان احنا ملتزمين كحكومه، حتى لو كان السعر العالمي اقل لكن احنا ملتزمين ناخد القطن من الفلاح بالسعر اللي احنا عملناه. تمام، اتفضل يا فندم. انا طبعا دلوقتي يعني الحته اللي قالها الدكتور حامد انا عايز اوضحها، ان في دول مش من مصلحتها ان مصر تنقط في القطن، ففي وليها ازرع داخل مصر. فهي عايزه تهد الازرع داخل مصر. دي بقى تبقى في الشركات، يعني انا ممكن دلوقتي الشركه انت بتاخد بكم الفلاح المصري القطن ب 2700، انا هدي لك ب 2500 ارخص من كده بحيث. طب ما ده اللي انا بقوله يا حاج حسين، ما 2500 بس مش هو عشان يستورد هيدفع ضرايب ويدفع جمارك. ما انا دلوقتي ما دي بقى التوازن بقى اللي بتعمله الدوله بحيث حاجة. ان انا تضغط على المستورد. حتى لو مش من باب الوطنيه، الطبيعي من باب المصلحه. احنا كمان مش عايزين نفترض سوء النيه او يعني عدم الوطنيه في عايزين الشركات، لكن احنا بنتكلم على الوضع العالمي، ان احنا نمنع كمان الاستيراد لغايه ما ناخد المنتج المحلي بتاعنا. يعني احنا المفروض نوقف الاستيراد لغايه ما يتاخد المنتج المحلي. احنا نقدر نعمل كده يا دكتور حامد؟ نقدر نعمل كده، نقدر نوقف الاستيراد مؤقتا لغايه ما نشبع كده السوق وننعش حركه والله اصل حضرتك دي طبعا علاقات متشابكه، يعني انا ما اقدرش. عايز اقول حاجه كمان، ان دي لها علاقه بالاتفاقيات الدوليه مثلا. طبعا فيها يعني علاقات المحبه الدوليه. انت حضرتك بالنسبه للاستيراد والتصدير وحتى الرسوم الجمركيه، دي علاقات بين الدول وبتبقى اتفاقيات. بس فندم في تجارب كتيره لدول كتيره في فترات معينه، يعني فترات الازمات اللي كانوا بيعدوا بيها ازمات اقتصاديه ما بعد الحروب وما الى ذلك، لا هم سنوا قرارات او سنوا بس تشريعات. بس احنا عاده بنحترم تعهداتنا الدوليه يعني. بس سنوا تشريعات يا فندم في اوقات معينه وقالوا نظرا لظروف استثنائيه فاحنا في الفتره من كذا الى كذا هنمنع استيراد. هو عموما بالنسبه للقطن الحمد لله يعني الازمه يعني اتحلت، ما فيش مشكله، وان شاء الله اعتقد التجربه اللي حصلت السنه دي، لان على فكره تسويق القطن السنه اللي فاتت الموسم اللي فات ما كانش فيه مشاكل. اولا كانت الكميه قليله، المساحات اللي كانت منزرعه 220 الف فدان، السنه دي احنا زارعين 336 الف فدان،
والتجربه بتاعه السنه دي هتخلينا اكيد يكون في اجراءات معينه بحيث ان الفلاح ما يكونش عنده مشكله وما يبقاش في مأزق بالنسبه لعمليه التسويق. احنا لو وصلنا لكام الف فدان يبقى ده حد كويس لينا قوي. اقول لك احنا كنا بنزرع في الخمسينات حوالي 2 مليون فدان. يعني دلوقتي عايزين نوصل للمرحله دي. يا خبر ابيض. دلوقتي في حاجه انا بقولها للفلاحين طبعا. كمان بتاع مصر قالها الدكتور عز الدين ابو ستيك، اصبروا شويه أنا عشان ما يدعوش القطن للتجار دلوقتي. حاجه حسين ودكتور حامد، هو ال 2 مليون فدان اللي كانت في الخمسينات اللي كانت بتتزرع قطن دي ونزلت النهارده 300 وحاجه و60 الف، ده كل ده تعدي على الاراضي اللي زراعيه؟ لا 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 لا. امال ده ايه ده؟ دخلت محاصيل طبعا جديده، يعني في حاجات كتيره. احنا دلوقتي في اصلا عارفه ان الاراضي الزراعيه التعدي اللي حصل عليها ده كان مهول برضه وما زال. بس هو لا بس هو بدا يقل. انا عايز اقول لك يعني احنا دلوقتي علينا، احنا كنا وصلنا ل 100 الف فدان السنه اللي قبل اللي فاتت، والسنه اللي قبل اللي قبلها حرقنا القطن. السنه اللي فاتت دي 220 الف فدان، احنا في تطور دلوقتي. السنه دي 336 الف فدان. 336 الف. طب احنا بقى يا حاج احنا عايزين نوصل لكام؟ عايزين نوصل ل 2 مليون. بس هنوصل ل 2 مليون ده نعيد الحاجات. اقول لك على حاجه، اول حاجه مصانع الغزل والنسيج دي لازم الاهتمام بيها وتشتغل تاني. الفلاح اللي بيزرع القطن يطلع هم يشتغلوا. الفلاح اللي قاعد سامعنا دلوقتي وبيقول لك الحاج حسين دلوقتي صوته واطي ليه ومتضايق من الناس اللي قاعده دلوقتي على اساس ان هم متضايقين. انا عارفهم انهم متضايقين، عايز الفلاح ده يفرح لما يزرع قطن يبقى فيه سعر كويس الدوله تدعمه، مش هبص للسعر اللي بره. يعني حتى لو بره القط بيتباع مثلا ب 2500 وخدناه منها 2700 هنا بندعم الفلاح عشان يزرع تاني. الدعم ده لصالح الدوله، لان زي ما قال الدكتور حامد القط ليه فوائد كتير قوي، وخاصه الايام اللي جايه دي احنا محتاجين نزرع قطن عشان المساحات اللي هتفضى بين الارز والحاجات دي لازم تنزرع يا قطن يا ذره. فالقطن احسن لنا من ده لانه ليه فوائد للتربه وليه فوائد في الزيت وفي العلف زي ما قلنا كده.